موضوع آخر من رئيس وفد الحج المدير التنفيذي لشؤون الحج من ماليزيا سيد صالح سيد عبد الرحمن يتحدث إلينا عن التحضيرات للحج لعام 1442 هجري وتأثير جائحة كوفيد 19. الكلمة له ل15 دقيقة. تفضل أستاذنا الكريم. شكرا جزيلا سيد الرئيس. أخواتي أخوتي سيداتي سادتي أحييكم جميعا. السيد محمد نور أكدر والسادة المتحدثون، يسعدني أن أتواجد بينكم وأشكر لكم على دعمتكم على هذه للمشاركة في هذه الندوة. شكرا والحمد لله. أنا سأتحدث لكم عن تجربتي، طبعا عن الاعتمار، تجربتي الاعتمار وأديت صلاة الجمعة. وكما تعرفون يعني من حيث التجارب التي اكتسبناها وسجلناها بخصوص جائحة كوفيد 19 فيروس كورونا والحج والاعتمار وتأثير جائحة هذه الجائحة، بالمقدمة ركزت على التحضير، أمور التحضيرية. طبعا هي مرحلة معقدة نوعا ما، مراحل تتلو بعضها البعض على شكل بشكل متسلسل، المخدمين، والأمر يتطلب مرحلة تتطلب عمل مشترك من قبل جميع مقدمي هذه الخدمات. فالأمر مبنيا على المجهول طبعا بخصوص الجائحة. فمنظمي الحج مثل تركيا وماليزيا مثلا في اتجاه أو حيال هذه الأمراض المعدية وهذا المرض المعدي خاصة، الأمر يتطلب طبعا خوض مكافحة مشتركة. فأنا في ورقتي أو في مقالي هنا في ماليزيا بالمدير التنفيذي للحج لشؤون الحج عن التحضير، سنركز على التحضيرات لهذا العام لعام 2042 الهجري للحج القادم. وكما قلت الأمور مبنية على المجهول، لكن انطلاقا من تجاربنا الماضية بدأنا باتخاذ التدابير والتحضيرات. كما تلاحظون على الشاشة هنا بالمخطط البياني بالأرقام، العام الماضي عام 2019 شهر ديسمبر كانون الأول عندما ظهرت هذه الجائحة من الصين وعمت الكرة الأرضية بأكملها كما تعرفون. فالوضع هنا حتى لو تحسن الوضع هذه الجائحة ستستمر، يعني ربما بفضل اللقاحات ما زال هناك قلق في السعودية وفي الدول الأخرى طبعا. وهذه الجائحة جائحة كوفيد 19 أثرت سلبا على الاقتصادات ومن الناحية المالية، وأدت إلى توقف وانقطاع بعض الأمور، وربما حالت دون أداء هذه الفريضة، ناهيك عن التباعد الاجتماعي وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال أداء هذه الفريضة والاعتمار. وتم السماح بالدخول للمسجد الحرام بشكل مراقب يعني. فعام 1442 للهجرة يعني هذا العام القصد هنا من أركان الإسلام الخمسة، فله علاقة طبعا بمفهوم الاستطاعة، يعني القدرة، الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، يعني الإمكانيات المادية والصحية والأمنية كلها طبعا، والموافقات التي ستحصل عليها من أجل الذهاب إلى الحج كلها تدخل وتصب في بوتقة الاستطاعة كمفهوم. نقول نحن أنا الاستطاعة يعني يجب أن تأخذ هناك موافقة وأمن وأمان وسلامة وصحة، كلها يجب أن تنظر إليها وتأخذ بعين الاعتبار في جلسة في بوتقة واحدة إن صح التعبير تحت مفهوم الاستطاعة. فقبل موسم الحج تم اتخاذ قرار في ماليزيا عام 2020 شهر حزيران يونيو حزيران الماضي،
والعام الفائت أيضا المرشحون طبعا تم اختيارهم وتم اتخاذ قرار بأنه ستعطى الأولوية لهؤلاء، يعني للذين كانوا مرشحين للحج الماضي، فكل نفقاتهم ومخصصاتهم تم نقلها إلى هذا العام، وبالإضافة إلى المستلزمات وما شابه ذلك، كل شيء، كل المقتنيات أو المستلزمات التي تم شرائها خزننا، قمنا بتخزينها في مستودعاتنا من أدوية ومستلزمات طبية وما شابه ذلك، كلها من قبل الموردين تم تخزينها في مستودعاتنا تمهيدا لاستخدامها في هذا العام. بالنسبة لحجاجنا في خدمة حجاجنا طبعا هم أيضا لم يتمكنوا من إجراء اللازم، مثلا بتذاكر الطائرة، نفقات السفر، الحجوزات في الإقامة في مكة والمدينة، استئجار عمارات، مباني لكل الأماكن. هذه العقود كلها، العقود كلها أجلت، تم تأجيلها وإرجائها، فنفس العقود سنستعين بها في هذا العام بالنسبة لهذا العام. والحمد لله تم دفع بعض، تم تسديد الأمور، تم تسديد النفقات، واتفقنا مع أصحاب الفنادق الحجوزات والنفقات التي سددت لنستخدمها في هذا العام، بمعنى اتفقنا مع أصحاب مع إدارات الفنادق، وتم إلغاء بعض الأمور طبعا، مثلا بالنظر إلى الشركات الخاصة كما هو الحال في تركيا، يعني هناك رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، وفي ماليزيا هناك منظومة وإدارة عامة، وأيضا نحن نقدم الرخص والتراخيص لبعض الشركات الخاصة لترتيب أمور الحج، أيضا أخذنا التراخيص وأعدناها لهم هذه الشركات. يوم ترون على الشاشة بعض التأخيرات والتأجيلات والإرجاء بالنسبة للحجاج والمرشحين وللموظفين وللكوادر، كل العقود، كافة العقود نظمت وحدثت. وبنفس الوقت يعني بالنسبة ل 1441 للهجرة مثلا الحج في السعودية، أخذنا منهم المعلومات والبيانات ولنستأنس ولنستعين بها بالنسبة لهذا للحج في هذا العام. أجرينا التفاوض والمباحثات مع الجهات المعنية لتحقيق الاستطاعة في إطار الجائحة. هناك كثير من الخصائص لابد من الالتزام بها وتطبيقها على الأرض لأداء هذه الفريضة. بالنسبة لتدريب الحجاج وتسقيفهم، يعني نعقد جلسات تسقيفية وتأهيلية ودورات تدريبية وتأهيلية وتسقيفية للمرشحين للحج عن طريق الأمبورد طبعا، كما تلاحظون هنا على الشاشة أيضا هناك قاعات، هناك بروتوكولات واتفاقيات جديدة، نستعين ببروتوكولات الحج الماضي طبعا، و نواصل تحضيراتنا لهذا العام. هذه أمور ضرورية طبعا لابد منها، يعني موضوع المناعة اللقاحات، اكتساب المناعة، سنواصل الالتزام بها. وبالإضافة إلى ذلك لهذا العام بخصوص لقاحات كوفيد-19 أيضا، واختبارات PCR لازم أن تكون سلبية، بمعنى بالتعاون مع وزارة الصحة، أيضا التعاون مع وزارة الصحة للقاحات للتطعيم ولتحصين الحجاج من حيث الأولوية. بالإضافة إلى بعض التدابير الطبية طبعا والمستلزمات الطبية نتيجة جائحة كورونا، فوزارة الصحة أكدت دعمها لنا في هذا المجال. بالنسبة للجائحة هنا في نفس الوقت، يعني أكدنا على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا لتسهيل أمور الحجاج مثلا،
بس بالنسبة لاستفادة الحجاج، لصالح الحجاج، بعض النشاطات، بعض الفعاليات، مثلا الكلفة، كلفة الحج مثلا بالنسبة لعام 2000، العام 1442 هذا العام، هناك كلفة إضافية، كلفة الاختبار، اختبار والحجر الصحي ونتائج الاختبارات والتباعد الاجتماعي في الباصات، في الحافلات، في عرفة ومنى، والتدابير كلها طبعا التزاما بالتباعد الاجتماعي والإقامة في مكة والمدينة، كلها طبعا لها كلفة إضافية من حيث التكلفة إضافية، من المنتظر أن تزداد الكلفة يعني. وفي نفس الوقت بالنسبة للموظفين، الكوادر العاملة، الموظفين هنا نقوم بتأهيل كوادر خاصة في كمختصين سيعملون معنا، والحمد لله يواصلون العمل معنا في هذا الموسم أيضا. سيداتي سادتي، أخواتي أخوتي، بالنسبة لهذا العام النقطة الهامة هنا لنا، لا نعرف ما حجم الشواغر المخصصة لنا، هناك أمور ما زالت مبنية على المجهول، ما هي الضوابط، ما هي القواعد، ما هي الأمور التي يجب أن نلتزم بها. يعني نحن نريد، علينا أن نقوم بإعداد خطة سيناريو بخصوص العمليات المتعلقة بالصحة وبسلامة الحجاج. نفكر هناك 13 مبدأ اعتمدناها لهذا الموسم لعام 2000 لإنجاح هذا الموسم. أولا موضوع الشواغر، الكوتا، يعني الكوتا، متى ستصل إلينا هذه المعلومات مثلا؟ هذه نقطة هامة، تحديد نسبة الخدمات، مستوى الخدمات، لتحديد عدد الحجاج المرشحين أيضا. حتى الآن لم يصلنا شيء، لدينا شهرين تقريبا، أمامنا شهرين اثنين حاليا لموسم الحج، فعلينا أن نقوم بالتحضيرات منذ الآن، لكن مع الأسف حتى الآن لم نتمكن من إرسال الرسائل إلى 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 الحجاج، لأن كي يتسنى لهم البدء باللقاحات والاختبارات. نحن بفارغ الصبر نحن ننتظر. إذن الأمر الثاني إقامة التعاون مع وزارة الصحة بخصوص المعاينات والاختبارات وتأمين اللقاحات لسلامة التطعيم والتحصين، وأيضا توظيف الكوادر الحج، الكوادر العاملة. ثالثا، هذا ثالثا بالنسبة لبرنامج التحصين، الجرعات مثلا من تحصين الحجاج والفترة الزمنية، يعني لدينا يجب أن تكون هناك فترة كاملة كافية ل 14 يوم مثلا للكورونا، للتلقيح لقاح الكورونا، وربما لالتهاب السحايا أيضا، وناهيك عن التهاب السحايا واختبار بي سي آر والجرعة الثانية، وقبل 72 ساعة من السفر بالطائرة طبعا. يعني نحن بحاجة ل 50 يوم كمدة زمنية للتحصين الكامل. رابعا مثلا نتأكد من الكوادر الطبية الكافية أيضا لدينا لمساعدة الحجاج من الناحية العملياتية. طيبا يعني 1442 هجرية، يعني في السعودية وفي ماليزيا أيضا تقديم الدعم لهم، وإن يكون هناك فريق احتياطي، فريق داعم احتياطي أيضا. ربما يتطلب الأمر، ربما الكادر الطبي قد يصاب بهذا الوباء، يكون هناك خطة بديلة يعني. خامسا بالنسبة للعبادات، تنقل الحجاج، تنقل الحجاج يجب أن يكون محدودا من إلى، فلا بد من الاهتمام بالصحة النفسية أيضا، لأنهم سيبقون متقوقعين في بيوتهم في غرفهم،
لا يمكن في وسعهم أن يخرج إلى خارج يعني ربما 40 يوما 40 يوما في بيوتهم في فنادقهم، ربما تتأثر حالاتهم النفسية سلبا. يجب أن يكون هناك مرشدين نفسيين أيضا لتوجيههم لدعمهم. سادسا المصادر، المصادر يجب أن تسخر بدون توقف، يعني 24 ساعة في اليوم لمدة 7 أيام في الأسبوع دون توقف. أن يكون مؤهبين يعني في تأهب كامل لتقديم برامج التأهيلية عن طريق الأونلاين عن بعد، التواصل مع السعودية في هذا الصدد. تاسعا مثلا بعض البرامج المواصفات والمقاييس اعتماد بها مثلا من حيث أماكن الاعتمار أو الزيارة أو الطواف في مكة والمنى، ربما يكون هناك تحديد معين. وهناك من الناحية العملية أيضا، هناك بالنهاية مختصر الحديث أن هنا نحن في ماليزيا عندنا خطة عمل، علينا أن نقوم بإعداد خطة عمل للحج لعام 1442 للهجرة، أن نزود الهجرة، أن نزود الحكومة بالمعلومات ولتأمين سلامة هؤلاء الحجاج لالتزام بالضوابط التي نضعها معا إن شاء الله. فنبتهل وندعو إلى الله أيضا دعاؤنا أن تكون العبادة، أن نذهب كلنا جميعنا، أتأمل أن نذهب جميعنا إلى الحج في هذا العام، وإن شاء الله يكون في عون الله، يكون في عوننا جميعا لكل جميع العالم الإسلامي. شكرا جزيلا لكم. شكرا أيضا بدورنا نشكر السيد صالح سيد عبد الرحمن من ماليزيا.